السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل التحدي ال 16 اللي هو المسؤول عن البطن الابس. في ناس كتير قوي بيبقى عندهم مشكلة البطن رهيبة، في ناس كتير قوي كلمتني يا كوتش انا عندي البطن، يا كوتش انا عندي البطن، يا كوتش عندي البطن. اوكي، النهارده ان شاء الله انا هعمل لكم تحدي جامد جدا جدا جدا، تمرين قوية جدا 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 هنعملها كلنا في البيت. تمام؟ زائد ان احنا مش هنعمل التمارين دي كل يوم، لا، انا منزل كورس كامل لمده شهر ان شاء الله، انا كده عامل حوالي التحدي 16، لسه هيبقى فيه 14 حلقه كمان، كل يوم نعمل تحدي جديد بالتمارين الجديده اللي انا بنزلها. وفي ناس بتقول انا مبتدئ ابدا منين؟ لو تخش على القناه بتاعتي هتلاقوا ان مكاتب على كل تحدي الرقم، يعني التحدي الاول، التحدي الثاني، التحدي الثالث. انتوا تبداوا من اول تحدي، تمام؟ انتوا تبداوا من ايه؟ من اول تحدي. يلا بينا نبدا تمارين البطن. اول حركه معانا ننام على الارض. اوكي؟ ونحط ايدينا ورا دماغنا ونحرك رجلينا مع ايدينا. حرك ايه؟ رجلينا مع ايدينا. يلا نبدا. 1 2 بسرعه 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. يبقى اول حركه هنعملها ايه هي؟ هننام على الارض وايدينا ورا دماغنا، رجلينا وايد اليمين مع ايدينا الشمال، تمام؟ اوكي، يلا ايدينا اليمين مع رجلينا الشمال 1 2 اوكي 3 ما نريحش على الارض، يلا اوكي 1 2 3 4 دي اول حركه، بعدين الحركه الثانيه هتبقى رفرفه اوكي، نحط ايدينا ورا مقعده ننام نفرد ظهرنا يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. تاني حركة ايه؟ رفرف، نحط ايدينا ورا نهو نفتح لينا نطلع وننزل 1 2 3 اوكي. ده ايه؟ تاني حركة. تالت حركة مفيش ريست من الحركات، هنعمل الثلاث حركات ورا بعض. تالت حركة هنبدأ ايدينا وننام على الأرض، هنحط ايدينا كده اوكي، ايدينا ازاي؟ كده على الأرض اهي مظبوطة، وهنلبس ايدينا كعب رجلينا يلا، ومرة يمين ومرة شمال يلا اهو 1 2 3 4 5 رابط 4 6 7 8 9 10 كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اوكي. هنعملها ازاي الحركه دي؟ خلي بالكم ايدينا جنبنا محطوطه كده اهو، مره يمين مره شمال، مره يمين ومره شمال، تمام؟ عاش. انا كده خلصنا التحدي 16 ان شاء الله لو وصول عن البطن. تحدي ده جامد جدا جدا جدا، وهتشوفوا فرق رهيب. فلما تعملوا التمارين دي، تعملوا التمارين دي بقى قد ايه؟ تعملوا التمارين دي ثلاث مرات عشان بطننا ما تشدش. ثلاث مرات، انا كده عملت ايه؟ مره واحده، تعملوها مره وتاخدوا بريك دقيقه مش 30 ثانيه، تاخدوا بريك قد ايه؟ دقيقه وبعد كده الثانيه، دقيقه وبعد كده الثالثه. تمام؟ التمارين دي ممكن نزودها مع التمارين اللي انا بنزلها، يعني انا بنزل الكورس في تمارين ممكن تعمليها نص ساعه وتعملها نص ساعه، ممكن التمرين ده تدخله معايا بس تدخله ثلاث ايام في الاسبوع، ما تدخلوش كل يوم بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل بطن. تمام؟ ان شاء الله اكون قدرت افيدكم، ويا ريت نعمل شير كتير عشان نتحدى ناس كتير، ما تنشوش نشترك في القناه ونفعل الجرس، وان شاء الله لسه يبقى في حلقات قوية جدا، وانتوا كمان يعني ان شاء الله تكونوا مبسوطين وهتقدروا تعملوا التمارين في البيت. كل حاجة نعملها في البيت عادي، مفيش أي مشكلة ومفيش أي حتة أنا تعبانة أنا مش قادر، مفيش الكلام ده،
في البيت نص ساعة إذا كانك بتشربي كوباية قهوة بتشربي كوباية شاي عشان تحافظي على جسمك وتحافظي على جمالك وعشان نقدر نوصل للنهار كويس. متنسوش اشترك في القناة ونفعل الجرس وشير كتير عشان نتعدى ناس كتير. انتوا قد التحدي. السلام عليكم.